لحظة إحساس تسعدنا أيامنا بطولها. في حاجات كتيرة في الحياة بنتمنى نطولها، وساعات بنعيش لحظة إحساس تسعدنا أيامنا. هلا، تقبلي تتجوزيني؟ شوقي بيه، انت فاجئتني. المسألة دي محتاجة تفكير. خدي وقتك في التفكير وانا منتظر الرد. برضو ما بتردش؟ للأسف يا دادا ما بتردش. الحمد لله اني سبت الهنان. بس عارفة بقى، انا مش ناوية اسكت على اي حاجة غلط بتحصل في البيت ده. اهجت روحي انتي نامي يا دادا. ازيك يا دادا؟ اهلا يا حبيبتي. هاي مامي نامت؟ وانت فين يا هنا؟ لا لا لا، بقول لك ايه، اجلي بقى كلامك للصبح، انا راجعه تعبانه ومش قادره اتكلم. المحاضره دي خليها بكره. بكره لو سمحتي اقفي وكلميني يا عدل. كنت فين؟ الهم يا حبيبتي، انا ما بقتش صغيره، انا حياتي مستقله عنكم تماما وعنك انت بالذات. احنا التفاهم بينا بقى صعب قوي، عمرنا ما كنا اصحاب. اوكي يلا بنوي. اسمعي بقى، لو كان فكرك ان البيت ده ما فيهوش راجل يعرف ازاي يوقفك عند حدك، فانا موجوده. سامعه ريهام يا حبيبتي؟ اللي انت بتقوليه ده صعب يحصل قوي. احنا كلنا محتاجين لراجل يحمينا من الوحوش اللي حوالينا، من الكلاب السعرانه اللي عماله تنهش فينا، وكله بسببك. سيبيني بقى انا الاقي الراجل ده. كابيتو، انت بتتكلمي باسلوب رخيص مش بتاعك، انا مش قادر استوعبه. لازم يا بيبي تستوعبي، انتي مشاكلك كترت قوي واحنا خلاص مش عارفين نحلها. سيبيني انا اتصرف، ولا هنسيب الدنيا تلطش فينا واحنا واقفين نتفرج؟ انتوا هتجننوني؟ بتعاقبوني على ايه؟ بتحاسبوني على ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ اوعى يكون فكرك اني مش واخده بالي ومش عارفه ان انتي بتتكلمي عن جو الشقاوي.
لو كان فكرك ان انتي انتصرتي عليه تبقي غبيه. ايوه غبيه، لان هو كل اللي عاوزه فلوسه، فلوسه اللي خدها منه رفعت. اما انتي فخلاص اتورطتي معاه كده، مستقبلك كله مهدد. انا مش عارفه اروح فين واعمل ايه. واحده بتكلمني عن وحيد اسماعيل، والتانيه بتكلمني عن شوقي الشرقاوي. البيت كله بيغرق، انا هتجنن، انا هتجنن. حرام عليكم، انا شايفكم كلكم طبعا واحده ورا التانيه، وانا واقفه متكتفه مش قادره اعمل لكم اي حاجه. ولا حاجة، تصبح على خير. مالك يا ريان؟ في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ ايد في النور، مش قادرة افتح عينيا. حاضر حاضر. عشان خاطري ايد، عشان خاطري انا ايد. دماغي هتنفجر، دماغي هتنفجر. لازم الأول أحل مشاكل البنات. أنا مش عارفة أنت هتقدر تستحمل مشاكلهم ولا لأ. إلهام، أنا هبقى أب ليهم. إديني الفرصة بس أقرب منهم وأتعرف عليهم وأتفاهم معاهم، وبعدين نمشي خطوة خطوة. حاضر، إديني فرصة بس الأول أمهد الطريق. اللي عايز أعرفه بس، أنت إيه الخوف اللي في عينيكي ده؟ سببه ايه؟ الخوف ده من سنين يا مروان. انا تعبت كتير عشان اشوفهم مرتاحين ومبسوطين، لكن مشكلة ريهام دي لخبطت كل حاجة، وانا مش عارفة اعمل لها اي حاجة عشان اريحها. بلاش تكبري المسائل وتديها حجم اكبر من حجمها. انا كل همني انتي، مش عايزك تفكري في اي حاجه طول ما انا جنبك. انا مستعد اشيل عنك كل حاجه، بس انت اديني شويه ثقه. انت بتقول ايه يا مروان؟ انت عارف كويس قوي انا بثق فيك قد ايه. خلاص انا هسيبك النهارده، نتقابل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. هو ايه اللي بيحصل؟ غير مين؟ تعالي يا حبيبتي سلمي على انكل رامي. اهلا اهلا، ازيك يا نرمين؟ اهلا. طيب انا اوكي، مع السلامه. هو ده عارف ايه اللي انا شفته ده؟ انت شفتي ايه؟ ده انكل مروان المحامي. انكل مروان المحامي؟ اه انا عارفاه كويس جدا، بس انا دخلت لقيته حاطط ايده على كتفك. اقدر افهم ده معناه ايه؟ في ايه بينك وبينه يعني؟ ايه السخافات دي؟ انا مش فاضيه للسخافات دي. انت كنت عايزه ايه؟ انا كنت جايه عايزه فلوس، بس مش ده موضوعنا. ممكن تجاوبيني على سؤالي، في ايه بينك وبينه؟ انتي هتحققي معايا؟ انتي اتجننتي؟ شوفي انتي كنتي عايزه فلوس قد ايه؟ لا خلاص، مش عايزه حاجه، مش عايزه. نرمين، نرمين. اه يا نرمين. ايه يا حبيبتي مالك؟ بتعيطي ليه؟ طب اهدي اهدي بس، قولي لي انت فين؟ انت فين يا نرمين؟ طيب طيب انا جاي لك حالا. وحيد ايه الورق اللي سعادتك؟ نص ساعة وراجع تاني. حاضر. انت النهارده مش طبيعية خالص. مالك يا ريهام؟ مش عارفة يا مراد، بقيت حاسه ان كل حاجه حواليا غلط. مخنوقه، كل اللي حواليا تصرفاتهم غلط في غلط، والمصيبه الكبيره نرمين. نرمين مالها؟ مش عارفه اقول لك ايه. الظاهر انها لسه على اتصال بوحيد اسماعيل،
ميرمين مش عارفه ممكن يعمل ايه فيها وفي حياتها. انت متاكده من الكلام ده؟ للاسف ايوه، وما تسالنيش عن التفاصيل. البنت اتصرفت بطفوله، كان بيتهيأ لها انها ممكن تبعده عني بمقالاته. اتكلمتي معاه؟ يا مراد انت مش قادر تفهمني، نرمين دلوقتي واصله لمرحله غريبه جدا، ما حدش قادر يوقفها عن اللي هي بتعمله. انا ما عنديش حل غير اني اروح واقابله واحاول ابعده عنها باي شكل. اسف جدا، ده مش هيحصل، سيبيني انا اتصرف. مش عارفه اعمل ايه، انا تعبت حقيقي، تعبت ومن اقرب الناس ليا. نرمين في حاله مراهقه، محتاجه سياسه في الكلام، محتاجه حد يفهمها. انا هعرف ازاي اوقفه عند حده. يعزم اي حد في الدنيا الا انت. نرمين انت انسانه رقيقه وجميله وحنينه جدا. بقول لك ايه رايك لو نروح ناكل تشاينيز فود؟ يلا مفيش مشكله، هاخدك في احسن مطعم بيعمل تشاينيز فود في مصر. يلا بينا. وبعدها لك انا الحسين بقى له ساعه قاعد معايا تحت، انا محرج منه جدا، فتعالي بقى قبلي. يلا يا بابا، هو مش قاعد مع حضرتك؟ خلاص 10 دقايق وانزل. يعني ايه؟ هقول لك خليه يطلع لي احسن. يطلع لك هنا ازاي يعني؟ قلت بتلومك يطلع لك فيها ازاي يا ست انا بنتي؟ ايه المشكلة بس يا بابا؟ مش كان عايز يشوف رسوماتي؟ يطلع يشوفها. حاضر حاضر، اما نشوف اخرتها معاك. اوعي تردي عليه، خليه يدفع تمن غباوته، هو مش قادر يقدر الاهانه كانت شكلها ايه. ياه قد ايه كنتي مغفله واديتي له ثقتك. على حسين يا ابني، تعالى تعاملك معانا. ادي يا سيدي المرسم بتاعها اللي حضرتك مقضيه فيه كل وقتها. مساء الخير. مساء النور. ها ايه رايك بقى يا حسين؟ بس طبعا لما نتجوز هتفضيلي خالص. لا، لما نتجوز هتعملي معرض في باريس. غالي والطلب رخيص. ما قلتليش ايه رايك؟ اصل انا الحقيقه ما بفهمش قوي في الحاجات دي، بس طالما انت رسمها بايديكي تبقى حلوه. حلوه؟ يعني ايه حلوه؟ انت مش شايف جوانب الجمال اللي فيها؟ عبد الكريم بيه، انا ما بفهمش في الكلام ده، ما انت عارف. طب ما تحاول على الاقل عشان نقدر نتفاهم. حاضر حاضر. ممكن تحصلينا على تحت بقى هنشرب الشاي على ما تيجي. حاضر. تعالى احكي لي. اتفضل اتفضل اتفضل. الموضوع عجبني، انا هدخل معاك شيك بنص. يا سيدي اهلا بيك، بكره بقى تشرفي في المجمع، نحتفل بتوقيع العقد. ها باذن الله. مبروك. الله يبارك فيك، مبروك علينا. ها خلصتوا كلام في الشغل ولا لسه؟ لا، ما هو لازم تعرفي ان الشغل ما بيخلصش، وبعدين عبد الكريم بيه شاطر قوي وبيفهم كويس في السوق. هتقول لي بابا بيفهم في كل حاجه. اه طبعا، على فكره فستان الفرح بتاعك هيوصل بكره من باريس. ميرسي. كده بقى مش فاضل غير ان احنا نحدد ميعاد الفرح. بس انا بقى ما بحبش الاستعجال، انا عايزه كل حاجه تبقى مظبوطه لانه هيبقى اكبر فرح في البلد. ما انا اتفقت مع باباكي ان كل اللي انت عايزاه هيتعمل. خلاص اول ما هبقى جاهزه هقول لكم عشان نحدد الميعاد. موضوع حقوق الانسان عايزه ينزل في الصفحه الاولى، حوادث الاسبوع كمان عايزه تنزل في الصفحه الاولى. انا مش قادر افهم الناس جرى لها ايه اليومين دول. اتفضل. وحيد بيه، مراد بيه طاهر بره عاوز يقابل حضرتك. طيب 5 دقايق كده ودخله لي. تفتكر اني ممكن اقعد استنى بره لحد ما تفضى؟ ما تقول لنفسك يا وحيد. الله 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 الله، انت جاي حامي قوي النهارده. هي كلمة واحدة مش هكررها. أؤمر. أنا جاي آخد منك كلمة شرف. تبعد عن نرمين رشيد. أوعى تكون متصور إنها ممكن تتعلق بيك أو تنشأ بينكم علاقة في يوم من الأيام من أي نوع. الحكاية كلها إن البنت متصورة إنها بتحمي أختها منك، من ألمك، من مقالاتك، إنما أكتر من كده تنساه خالص.
يعني من الاخر تبعد عنها نهائي. طب ما تقول لها هي تبعد عني. جرالك ايه يا مراد؟ ما تفهم بقى. انا فاهمك كويس قوي وعارف انت عايز توصل لايه. لو فاهم ان نرمين هتبقى مصدر معلومات بالنسبه لك تبقى غلطان. تبقى بتلعب لعبه حقيره جدا يتبرأ منها اي صحفي محترم. طب اهدى بس. اهدى واقعد اشرب حاجه. تعال. بنت صغيره وحيد. وحتى لو كانت طايشه ومراهقه في ايدك انت توقفها. بص بقى يا مراد. انا ابتديت قضيه وحافضل مكمل فيها. ومفيش قوة في الدنيا هتقف قصادي. أنا مش صحفي فاشل عشان أبتدي قضية وأتنازل عنها لأسباب شخصية. أنا هفضل مكمل في حملتي. صحيح أنا ساكت اليومين دول لأني مستني معلومات جديدة. هعمل بيها قنبلة صحفية. أما حكاية بقى نرمين والكلام إياه ده خليه على الهامش. الظاهر مفيش فايدة في الكلام معاك. طول عمرك بتستخدم أسفل الأساليب عشان توصل لأهدافك. للمعان صحفي مؤقت للأسف بتدمر أي حد وعلى أي مستوى. وعلى العموم أنا حذرتك. وأنا بقى مش قابل تحذيرك وحفضل ورا القضية لغاية لما أوصل لكل أطرافها. يعني مصمم ما تبعدش عن نرمين؟ لو تقدر تبعدها عني ابعدها. حاضر. أنا هعرف كويس إزاي أبعدها. انتي كنتي فين النهارده طول النهار؟ كنت معزومه على الغدا. كنت بتتغدي فين ومع مين؟ هو انا بسالك انتي بتتعزمي فين او مع مين؟ ردي عليا كويس. انتي اتجننتي ولا ايه؟ انا عايز اسالك سؤال. انتي ازاي تسمحي لواحد زي مروان العبد ده انه يحط ايده على كتفك بالشكل ده؟ انتي عارفه انا بسالك السؤال ده ليه؟ علشان انا طول عمري شايفاكي الام اللي ضحت بشبابها وجمالها علشان تقعد جنب ولادها وتربيهم احسن تربيه وما تجيب لهمش جزء امي يطلع عينيهم. لكن بعد اللي انا شفته النهارده خلاص. انت ايه اللي شفتيه؟ انت بتتكلمي على ايه؟ انت لازم تعرفي انه مروان العبد ده مش اكتر من محامي وصديق ولا بستشيره في الظروف اللي احنا فيها دي. انت اكيد اتجننتي. اه انا فعلا اتجننت. اتجننت عليكي. اتجننت لان انا عارفه انتي ايه. تقدري تقولي لي انتي لو شفتيني انا في الموقف ده كنتي هتقبلي؟ اكيد لا. اكيد لا، لان ده واجبك يا ام. انا اللي لازم انور لك طريقي وافهمك الصح من الغلط، مش انت اللي جايه دلوقتي تحاسبيني. يا خساره يا خساره. كفاية. أنا من النهاردة أنا اللي لازم أتكلم وهم اللي لازم يسمعوا. ما ينفعش يا دكتور.
حضرتك تعبت معانا قوي، اتفضل تاخد معانا فنجان شاي او قهوه. متشكر بس مش هينفع، لازم ارجع المستشفى. خلي بالكم منه، تصبحوا على خير. وحضرتك من اهل خير، مع السلامه. لمين؟ نعم. عايزه افهم ايه اللي حصل ووصل ماما للحاله اللي هي فيها دلوقتي؟ ما حصلش حاجه، انا بس كنت بتناقش معاها، وبعدين هي كبرت الموضوع. ايه بقى الموضوع؟ انا عايزه اعرف. مش هقدر اقولك. ابقي اساليها، يمكن هي تقولك. انا مش هسالها، انت اللي هتقولي لي. في ايه؟ اتكلمي. ميرسي قوي يا عادل، تعبتك معايا. بتقولي ايه؟ انت عارفه كويس ان انا تحت امرك، بس عشان خاطري يعني بلاش الدموع اللي في عينيكي. حاضر. تحبي افضل جنبك لحد ما فوق؟ لا لا لا، مفيش داعي، انا هطلع لها دلوقتي. روح انت المستشفى، هطمن عليك بعد شويه. اوكي، تصبح على خير. انت من اهل. انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ انا ما اتجننتش، اللي بقوله لك ده هو اللي انا شفته بعيني. ممكن قوي يكون شيء عادي، وبمجرد التخيلات اللي في مخك دي تهيألك ان في حاجه. ممكن توطوا صوتكم شويه؟ انت عارفه لو حد خد خبر ولا حس بالكلام ده والله ما هيحصل لك. طيب انا اللي شفته ده بجد، انا ما كانش بيتهيألي. يكون في علمك بقى مروان العبد ده شخص محترم جدا، واللي في دماغك دي مجرد تخيلات، فاهمه؟ يمكن. ريهام ادخلي نامي في اوضتك، انا هنام جنبها. لا يا حبيبتي، انت راجعه من شغلك تعبانه، روحي انت نامي، انا اللي هفضل جنبها. هو ايه اللي حصل؟ مش وقته دلوقتي، روحي نامي، بعدين انا هتكلم هقول لك. طيب تصبح على خير. ان شاء الله على خير. بقول لك ايه، لو عايزه اي حاجه صحيني من النوم. ها أكيد أنت في مشكلة ومش عايزة تقولي لي عشان ما تزوديش مشاكلي. مطلوب منك تتحملي كل مشاكلنا، احنا قلوبنا زي الصخر مش حاسين بيكي. أكيد في إحساس حلو بينها وبين مروان العبد، ليه لأ؟ ماما لسه صغيرة وحلوة، من حقها تعيش. أكيد قلبها موجود، أكيد ممكن تحب وتتحب، بس نرمين في سنها ده تقدر تفهم ده إزاي؟ إزاي؟ يفهمني يا رشدي، أنا مش قلقان من اللي حصل، أنا قلقان من اللي هيحصل. المقال اللي كتبته ريهام عن العلاقة بين المال والسلطة بيدي إحساس بالاستفزاز، المعنى هنا خطير جدا. ده حقيقي، وانا سعيد جدا انها ابتدت تكتب. للاسف كل يوم والتاني بتحصل حواليها احداث بتوقفها عن الكتابه، وده انا مش عايزه يحصل. قضيه ريهام خدت اكبر من حجمها، وللاسف اقرب الناس ليها بيحاولوا يغرقوها. يبقى لازم تنسى الحساسيه دي وتبدا تتدخل. انا اللي شايفه دلوقتي ان ارتباطك بريهام ابتدى يبقى حقيقي. اللي بينا تجاوز مرحلة الحب. أنا دلوقتي بالنسبة لريهام حماية من كل اللي بيحصل ضدها. خد خطوة مراد، خطوة تقربك منها أكتر، بحيث إنك تبقى جوه الصورة مش بره. الخطوة دي اتفقنا عليها، بس هي مأجلاها شوية. أنا بحترم مشاعرها. معلش يا مراد، هي أكيد لسه حاسة إن الأمور ابتدت تهدى. أنا برضو ما عنديش إحساس إن الأمور هتهدى في قضية رفعت رمزي. بتحبها يا مراد؟ أنا مش بس بحبها، أنا حاسس إني متبنيها. ريهام فيها كل المشاعر اللي كنت بدور عليها. إدت لألمي إحساس جديد كنت متصور إنه ضاع مني. أنا كل كلمة بكتبها دلوقتي بحس إن أنا بكتبها لها. أنا سألتك السؤال ده علشان أطمن عليها. ريهام طول عمرها أخت عزيزة عليا، دايما مخها حاضر زي عواطفها. أنا منساش
يوم ما تعبت في شغلي مع وحيد اسماعيل ما ترددتش ثانية واحدة ان هي تكلم حضرتك. فعلا انسانة بمعنى الكلمة. وهو ده اللي معذبني، انها متعذبة بانسانيتها مش هي لوحدها. مش هي لوحدها رشدي. انت لسه صاحي يا حبيبتي؟ مش جالي نوم؟ قلقانة. ايه اللي يخلي ماما توصل للي هي فيه ده؟ بس انتي كنتي مشغولة قوي الفترة اللي فاتت، ما كنتيش فاضية عشان نتكلم. هو في ايه؟ نرمين مالها؟ نرمين؟ نرمين هتضيع مننا. بتمر بفترة مراهقة، عرفت طريق وحيد اسماعيل. مش يمكن تكون بتهيألها ان هي كده بتساعدك؟ العكس، دي مصيبة، مصيبة كبيرة. كان الأول ممكن، لكن دلوقتي بقت تدافع عن آرائي. يبقى المسألة دلوقتي محتاجة إن حد يتفاهم معاها. واللي أنا ملاحظاه دلوقتي إن ماما، حتى ماما عندها مصيبة. مروان العبد، نرمين شافته عند ماما في المكتب، وده اللي جننها. صورت إن بينهم وبين بعض حاجة. حاجة إيه؟ ماما؟ لا لا، دي تبقى نرمين اتجننت. وليه لا؟ ماما ست وحلوة صغيرة لها مشاعر واحاسيس. يعني ايه يا ريام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ماما ممكن تفكر انها، ايوه ممكن تفكر، ليه لا؟ مش قادره اتصور. لا، اللي انت بتقوليه ده جنون. ما احنا كلنا عايشين في جنون، دايره كبيره ملهاش اول من اخر. هاله بتهيأ لها ان شوقي الشرقاوي هو الحمام. نرمين بيتهيأ لها ان وحيد اسماعيل هو الحمايه. يبقى ليه لا؟ ماما كمان يبقى بيتهيأ لها ان مروان العبد هو الحمايه. وللاسف الاوضاع اللي حوالينا هي اللي فرضت كل ده. يعني انا عليا احارب في 10 جبهات مش جبهه واحده. انسي الكلام ده كله، انا اللي يهمني دلوقتي ماما. انت اتكلمتي معاه في حاجه؟ الو، ايوه انا، مين معايا؟ اهلا يا صبحي، انت بتكلم منين؟ وصلت امتى؟ طب كويس، قول لي طمني عملت ايه؟ وفقت اوضاعك مع البنوك؟ طب هايل هايل. لا اطمن خالص، اول ما اسمك ما هيرجع في السوق كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. طب جميل، احنا هنقعد نتكلم في التليفون، انت تاخد بعضك وتجيلي واحكيلي كل حاجة. خلاص منتظرك، مع الف سلامة. انتي لسه صاحية؟ اه يا حبيبتي صاحية. ما ندعتليش ليه؟ مش عايزة عليك يا حبيبتي، كفاية اللي انت فيه. برضه مش عايزة تحكي لي وتقولي لي مالك؟ هقول لك ايه بس يا ريهام. المهم المحامي عايز يحدد ميعاد عشان يقابلك. أنا مش بسأل على كده. بصي يا ماما، أنا كبيرة، يعني هستوعب أي حاجة ممكن تقوليها. ماما أنت مش أمي بس، أنت صاحبتي وحبيبتي وأختي، كل حاجة ليا وبنوتي كمان. عايزاني اقول لك ايه؟ انت عايزه تعرفي ايه؟ ايه حكايه مروان العبد؟ ولا حاجه يا حبيبتي ولا حاجه. مروان العبد صديق عزيز، حسيته انسان قلبه كبير، واقف جنبي جنب مشاكلي ومشاكلكم. ارتحت له كصديق، يعني زيه زي اونكل جميل مش اكتر من كده. ماما يعني الصداقه دي ما زادتش شويه في الفتره اللي فاتت؟ زادت اه، بس من ناحيه واحده، من ناحيته هو. وصلت لغايه فين؟ لازم يعني لو ما كانش يضايقك. ارجوك يا ريهام، الكلام ده بينا احنا الاثنين، اخواتك صعب انهم يفهموا الكلام ده.
ما تقلقيش يا ماما، انا سامعاكي وفهمكي صدقيني. بصراحه كده مروان العبد طلب لي للجواز. ماما هو اللي بيطلب للجواز بيبقى متوتر قوي كده. ازاي بس يا حبيبتي ازاي؟ مستحيل ده يحصل. وانتوا عامل فيكوا ايه؟ سيبك من ان احنا، انتي قلتي له ايه؟ ولا حاجه. ما قلتلوش حاجه وما اقدرش اوعده باي حاجه. انت شفتي نرمين عملت ايه لما شافته عندي في المكتب؟ هو لازم يفهم ان انا حياتي كلها عشانكو. انت يا ريهام اولا لازم اطمن عليكي، وما اقدرش انسى نرمين، ما اقدرش انسى كلامها. ماما عشان خاطري اهدي حبيبتي وبطلي تأنبي نفسك عشان خاطري ارتاحي، ولو عوزتي مني اي حاجه انا موجوده بره. اسمع بقى يا وحيد، انت تنسى نرمين خالص، تنسى انك شفتها او عرفتها في يوم من الايام، فاهم؟ ممكن الاول تقعدي تشربي حاجه. مين قالك اني جاي اشرب او اتضايق؟ انا سبتك تكتب كل اللي انت عايزه، لكن نرمين لا. وانا موافق، بس بشرط خليها هي اللي تبعد عني، دي مشكلتك انت دلوقتي. في الحقيقه نرمين اصلها بنوته لذيذه ورقيقه ودمها خفيف. هي في الاول حاولت تهاجمني بس انا حاولت افهمها، وهي دلوقتي حره بقى في وجهه نظرها تقتنع باللي تقتنع بيه. انا مش فاهمه، ما تخليك في اللي انت بتكتبه عني، ليه مصر انك تدخل نرمين في الموضوع؟ انا ما دخلتهاش في الموضوع، المشكله مشكلتك انت. وحيد اوعى تفتكر ان انا جايه علشان اترجاك تتراجع في انك تكتب عني، لان انا متاكده ان توزيع الجريده بتاعتك قايم على الموضوع ده بالذات، وانت طبعا لاقيها فرصه وعمرك ابدا ما هتتراجع. اتراجع ازاي بس اذا كان كل المؤشرات اللي قدامي بتقول وبتقول 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 كتير قوي؟ انت حقيقي ما يتردش عليك، حقيقي ما يتردش عليك، انا ماشيه. بس اسمع يا وحيد، اياك تحاول تتصل بنرمين تاني، فاهم؟ حاضر، انا مش هتصل بيها، بس اذا هي اتصلت بيا بتصرف انا ازاي؟ تسألي على ماما؟ من فضلك يا بنتي سيبيني دلوقتي، انا فيني حاجه في دماغي لازم اعملها. يا بنت عيب ما يصحش كده، انت امبارح زعلتيها، تعالي بوسيها واعتذري. يا دادا من فضلك، انا في خطه في دماغي ولازم انفذها، وبعدين لو رحت لها دلوقتي مش هعرف انفذ اي حاجه من اللي انا عايز اعملها. دادا من فضلك، من فضلك سيبيني دلوقتي، فهمتي؟ لا انا مش فاهمه حاجه، تعالي بقى دلوقتي معايا عشان تعتذري لماما. اتفضلي. دي ريري ده بس بعد اذنك تسيبيني لوحدك انت. امر الله زي ما انت عايزه يا حبيبتي. الو، ايوه يا ريري. لا لا لا، اصل انا بعمل حاجه كده في النيل. لا مش هينفع افهمك دلوقتي، خليها بعدين. بصي لو انت فاضيه هكلمك كمان شويه عشان في بس مكالمه لازم اعملها. يلا باي باي. رديت؟ انت ليه تليفونك على طول مشغول؟ مين معايا؟ مين معايا؟ انت لسه لحد دلوقتي معرفتش صوتي في التليفون؟ اه معلش يا نرمين، اصلي مشغول دلوقتي، ممكن تكلميني كمان شويه؟ طيب بس يا ريت بس ما لقيش تليفونك مشغول تاني. طيب طيب هحاول. باي. وبعدين يا وحيد ما تفوق،
بنت لسه صغيرة، انت عايز منها ايه؟ اللي بتعمله ده مروج غير المشاكل. اوعى تقول لي قلبك، اوعى تقول انها ابتدت تشغل لك قلبك، ده انت رميته من زمان. البنت هتبتدي تتعلق بيك، يا ترى هتقدر تعمل ستوب ولا مش هتقدر؟ بقول لك ايه، اوعى تيجي على نفسك، انت مش ناقص وجع قلب، خصوصا ان ريهام ابتدت تضعف قدامك، وده عشان اختها. بصراحه ده جميل، جميل جدا، وللاسف هي مش فاهمه ان قضيتها انتهت، دي قضيتها لسه هتبتدي. نرمين. نعم. انا عاوزاكي شويه، ممكن؟ اه اوكي. وانت عايزه حاجه نرمين؟ انا عاوزاكي تفهميني كويس، ولو اني حاسه ان انتي ما عندكيش اي استعداد ان انتي تسمعي اي حاجه من اي حد، مغيبه مغميه عينيكي، مش عايزه تشوفي اي حاجه من اللي حواليكي. انتي بتقولي كده ليه يا ريهام؟ في ايه نرمين؟ انا عايزاكي تنسيني انا خالص، انا خلاص بقيت حاسه ان اللي حواليا كلهم بيحاولوا يدمروني، بيحاولوا يكسروني وعايزين يموتوني، لكن انتي، انتي اللي تهمني صدقيني. انا خايفه عليكي، مش عارفه اقول لك ايه. وحيد اسماعيل، وحيد اسماعيل ده ممكن يدمرك، ممكن يكسرك، يضيعك. وان كنتي بتقابليه علشاني انسيني انا خالص. هو خلاص، هو فتح النار عليا، ومفيش حد في الدنيا هيقدر يوقفه. ده مين بقى اللي قالك الكلام ده؟ انا عارفه انا بعمل ايه كويس قوي. العكس، صدقيني انت مش عارفه انت رايحه فين ولا بتعملي ايه. وحيد اسماعيل ده واضح قوي ان انت مبهوره بيه. وكان فكرك يا نرمين انه ممكن قوي يوصلك انك تبقي صحفيه كبيره ومشهوره، فتبقي غبيه، ما حسبتيهاش صح. مفيش حد بيوصل للحاجه اللي هو عايزها الا ان كان عنده فعلا امكانيات تسمح له بكده. وبعدين ما اعتقدش ابدا ان انت ممكن تكوني بتحبيه، لان ده بني ادم ما يتحبش. ده من وجهه نظرك، لكن وحيد اسماعيل ده انا شايفاه قدامي بطل ومفيش زي. بطل؟ بطل ايه ده؟ وبأمارة ايه؟ انت تعرفي يعني ايه بطل؟ بطل يعني بني ادم ما يعرفش التجريح. ده زي مراد طاهر كده؟